طبعا تحليل اوقات الصلاه يعني تحقق الزوال مثلا او تحقق الغروب، هذه مباحث موضوعيه. يعني في فرق بين الاحكام الشرعيه وبين الموضوعات التي هي يترتب عليها الاحكام. الموضوعات على قسمين، موضوعات مستنبطه وموضوعات عرفيه. بالنسبة إلى مسألة التقويم في تحديد أوقات الصلاة، هذه مسألة موضوعية، ليس مسألة شرعية، يعني مو حكم شرعي. الحكم الشرعي مثلا، يعني الحكم الشرعي أن وقت صلاة المغرب يتحقق بسقوط القرص مثلا أو بارتفاع الحمرة المشرقية. هذا مطلب مختلف فيه بين فقهائنا، هذه يسمونها شبهة حكمية. يجي الفقيه مثلا يقول بهذا الرأي، فقيه يقول برأي آخر بحسب ما يصل إليه من الاستنباط من الأدلة الشرعية. هاي طبعا التقويم، يعني التقويم الذي في تحديده أن وقت صلاة المغرب شلون رايح يكون بسقوط القرص أو مثلاً بارتفاع الحمرة المشرقية عن رؤوس الناس أو إلى ربع الفلك مثلاً، هذا من جهة الفقيه حددها. أما من جهة تحديد متى تغرب الشمس، يعني متى يسقط القرص أو يغيب القرص عن أعين الناس، متى، هذا تحديد موضوع، هذا موضوع عرفي. متى تغيب الشمس؟ يمكن أنه أرى بالعين الحسية أن الشمس قد غابت، وقد يكون هناك شجر مانع أو أبنية مانعة أو كذا مثلا، فأخبر مثلا حتى أحرز بأن القرص قد اختفى عن عين الناس مثلا. هذا تحديد موضوع يسمونه. في تحديد الموضوعات، الشرع هنا يقول أنت تسير وراء العين. إذا حصل لك العلم بسقوط القرص أو بارتفاع الحمرة المشرقية على الخلاف في تحديد وقت صلاة المغرب، حينئذ تعمل به، لأنه مو من العلم. أيا كان العلم، مثلا قد يخطأ إنسان في الطرق العلمية، هما قد يخطأ، ولكن إذا يقول أنه في تحديد الموضوعات يمكن الرجوع إلى من يعين الموضوع ويوثق فيه بتعيين الموضوع، والمدار مدار الوثوق والعلم. يعني مثلا شلون مثلا يعتمد على اذان الثقه العارف بالاوقات؟ هي تحت الموضوع الثقه العارف بالاوقات. يعني مثلا لا اذن الثقه العارف بالاوقات جاز الاعتماد على دخول الوقت بهذا الاذان، واكل وصل لصلاه المغرب ما في مشكله. الثقة العارف بالمواقيت، هذا يفيد الوثوق، يعني هو لما يأذن يفيد الوثوق بدخول الوقت، فأنا أسير وراء الوثوق وراء العلم. فنفس الشيء أيضا مسألة الأخوة في تقويم هذه، لديهم عملهم، يعني هذا الدور تقريبا الآن في المحل نحن المنتشر في المسائل هو تقويم من هذا، حتى على شكل أوراق مثلا ملصقات تقويم من هذا أكثر. وكان مثل ما قال في سنة الثمانية ورقية أو كان من هذا، وكان في سنة الثمانينات أكثرهم على تقويم العجيري، تقويم القطع العجيري وكذا، إلى أن الآن المنتشر في البلاد كان تقويم من هذا. طبعا هذا اعتبار دقة عمل الأخوة والوثوق، فيدخل تحت أذان الثقة العارف بشنو بالآخر. يعني مسألة احنا نسير وراء الوثوق، يعني لما يحصل لنا الوثوق من هذا العمل الدؤوب